سؤال ثاني بالنسبه ل علاش كنصعبط حيت اغلبيه ديال الفنانين كيشريو اغاني واجده كيشري اغنيه مكتوبه ملحنه هو كيغني انا كنكتب وكنلحن فهمتي هادشي اللي كيخليني انني نصعبط شي شويه حيت كنكتب راسي وكنلحن راسي هادشي اللي كيخليني ناخذ شويه ديال الوقت ولكن قريب عاوتاني شي حاجه جديده اللي غتفاجئ الجمهور ان شاء الله. بالنسبه لمهرجان موازين مهرجان كنفتخر به وانا عندي الشرف انني مشارك فيه. اول حاجه نصحح لك واحد المعلومه، انا ما بديتش مع الجروب، انا بديت سولو قبل الجروب عاد من بعد من الجروب اللي هو سانخافلو من بعد القشر. بالنسبة للتغيير ديال الستيل نورمال الموسيقى كتبدل الوقت كيتبدل، إلا كنت بقيت في الستيل ديالي ديال 2006 نفس الستيل ما كنظنش غادي تشوفني معاك هنايا في مابوزين ولا فهمتي، لأن خصك تبدل مع الوقت باش تبقى دايما كاين فهمتي، الموسيقى كتبدل ولكن يمكن الموسيقى تبدلت ولكن الميساج والمبادئ والأفكار هما يعني فهمتيني، ماشي غير طريقة الإلقاء ولا الأداء تبدل شي شوية، وهذا ما كيمنعش أنني شي نهار نقدر نفاجئ الجمهور بشي حاجة اللي بحال ديال ذاك العام 2010 2014 فهمتي، يعني كل شيء وارد، وهذاك الراب هو اللي بديت به هو اللي كنعرف نعملو أصلا، يعني كنتقنو مزيان يعني شي حاجة اللي ما بقيتش كنعرف نعملها.